يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز السفر بالخادمة للحج أو للعمرة وتكون بصحبة العائلة؟ بلا شك أنها سواء بقيت في البيت مع العائلة أو سافرت معهم، الحكم واحد، سفرها معهم مع العائلة مثل وجودها في البيت مع العائلة عند الحاجة، لا بأس بذلك، لأنه لو تركوها يخشى عليها أن يعتدى عليها أو أن تهرب أو أن ما تستقيم وحدها تستوحي. نعم.